يلعب كرة عرضية وينه على القائم الثاني؟ وينك يا الشعراوي؟ وين وينك؟ يمشي الشعراوي يدور على اليمين، هز الكرة، مشات الكرة عن طريق فلورنزي، يضرب كرة فلورنزي. الروما الدقائق الأولى على الأقل. فيرمينو باش يخلص المباراة. ساديو جول 1-0 عن طريق ساديو ماني. 1-0 ليفربول. خطأ قاتل، خطأ فادح. الليبر يمشي بالمرتدة. الفريق الذي لا يرحم، الفريق الذي لا يسامح ويتسامح، ويسجل هدف للتاريخ رقم 39 في مشواره في دوري الأبطال. كييف تنادي الريس، كييف تنادي ليفربول. بول ليبرح كونتر اتاك ناري، فريق غير عادي يمشي بالكرة، هجمة ثانية ويجيب الكرة الحارس، ترجع عن طريق أليسون. صدمة الهدف. بعيد الأمال على الأقل في بداية المشوار. يمشي دينزيكو، هذه كرة خطيرة والروما اقترب. ليبر يعدي والكرة تمشي تتعدى عن طريق دين أو كرة من تشيك فريق ليفربول. شوف الكرة من ساديو، هل هناك ضربة جزاء أم لا؟ هنا بينالتي بارسا التاريخي، ولا كل لقاء عنده تفاصيله. يمشي صلاح يقضي عليهم، صلاح يركنها والحارس أليسون قال له لا. لولا هدف ساديو ماني والكرة ما زالت، والصورة ما زالت، والتعادل. جول روما تتعادل، روما تتعادل، الروماتادا ترجع من جديد، الروماتادا تحلم من جديد. يا عاشق روما لا ترمي المنديل سهلة. ايش بيك يا نانجولان؟ ايش بلاك يا نانجولان؟ امشي خطيرة. اوه ساديو، ليلة الترنجا، ليلة الليون. دارو لف يضرب الكرة، هيدن زيكو كولا رفع عرضية ركنية. ما هذا يا رفع بشيعاني؟ إذا بشيركش في الدفاع بشيعاني تمشي كرة خطيرة. والثاني وفي خطأ، فما لمسة يد لكن مسبوقة بخطأ. كرة خطيرة، يلعب بالنار فريق ليفربول رغم المبادرة بالتهديف، رغم مسبقية الدلاء. يمشي كولاروف يلعب الكرة على القائم الثاني، حط له الثاني، لا ترجع من ساديو. الجهة الضاربة هذه، الجهة الرابحة، يمشي الشعراوي خطيرة والحارس. برافو لوريس، رجع الكرة، فرصة للثاني. ليفربول يعدي روبرتسون جابها، والهدف الثاني ضاع. مش ممكن. 25 دقيقة من النار، 25 دقيقة دا كبار، 25 دقيقة تعمل فلة. ترجع الكرة واحدة، الثانية ضيعتها، جولاتو عملوها الثاني وضربوهم بالثاني، وفينالدو منها، فينالدو من الأسمراني. إيجا بوسخوك، رانا مشينا لكييف. نعم كييف تناديكم، تشد على أيديكم. هذا الليفر يعجب، هذا الليفر يطرب، هذا الليفر يقنع، هذا الليفر الرائع. يورغان مازال الثالث، يمشي الصلاة في الأولمبيكو، يريد الثالث والكرة ترجع ركنية. أكلوهم 28 دقيقة لعب ليفربول. خطيرة الكرة، فرصة الهدف الثالث. الحكم يقول خطأ لأليسون، الحكم ينقذ أليسون. سنرى تمشي كرة خطيرة، يمشي الشعراوي جابها كرة خطيرة. تحول من الشق والجانب الدفاعي إلى الكرة المعاكسة غير عادي. صلاح على اليمين، وساديو على اليسار، وفيرمينو قايد في العود ويسجل الأهداف. عندهم شعرة الطموح، ما زاد عندهم شعرة الانقضاض. والحارس بول فريق وقت يوصل النهائي تقريب 90% البطولة. شعراوي والكرة في التعادل أو القائم. شعدي لروما، يمشي صلاح حط الكرة فيرمينو والدفاع. إيدن اشتعمل، إيدن على طريقة روبين، ولكن بعيد على إمكانيات روبين. على الأقل في هذه الطريقة الرجل الذي جاب مباراة البارسا في رأيي. شعراوي، يمشي شعراوي، أبرز نجوم روما في الشوط الأول. هذه خطيرة، برافو. يعدي صلاح فازيو يضرب كورة، وفازيو بامتياز إلى الركنية من فازيو. سيو أتلتيكو، برافو روما، مازال الأمل. يمشي شعراوي في ضربة جزاء، يقول سكومينا قال العب. البارح شفنا البينالتي الواضحة لمارسيلو، الثالثة الثابتة. أمان ساديو ماني عنده كرة فلسفة. أيام برونو كونتي لروما، ترجع كرة نانجولان، هي وما مشيتش من فلورنزي. محاولة موجودة هجوميا روما، أوكي هجوميا روما قادر يستعمل دي لوبرين. فما خطأ فمش كلام على اللوبرين.
ورقة صفراء في المباراة على لوفرانس كومينا، يقول ابو يقبل كان هدف، لذلك قلت روما هجومية القاروح قدام ليفربول، ولكن المشكل انه الدفاع خانوا. سيناريو مباراة السيتي، ليفربول يتقدم خارج الديار، الليفر يتعملق خارج الديار، الفريق ربح 5 في بورتو، امام رفقاء ساديو ماني هذا الموسم ب 46 جول بعد ثنائية الشوط الأول. هذه هي الأرقام القياسية، إليسون، فينالدوم، مينور، كورة صلاح وماني وفيرمينو يكملوا ال 11 متاع، في ينطلق شعراوي أفضل لاعب شفته في روما في الشوط الأول، يمشي بالكورة زيكو وركنية. الروما طبعا الاقتراب رسميا من الفاينل، ممكن يعطي فرصه روما للتعادل، كره خطيره وتمشي الحارس لوريس كاريوس، عرب ليفربول يجعلها مستحيله على روما. في المقابل لاجازيتا دولو سبورت كتبت بالايطاليه بالنسبه للكوتش دي فرانشيسكو باش يوقف هجوم ليفربول، كره من زيكو، ضربه جزاء، ضربه جزاء، ولكن تسلل، تسلل على ايدن زيكو، فرصة كبيرة كانت في ذات، يمشي شعراوي، شعراوي حتى والحارس ودنزيكو وكرة جول، ريت دي لا روما، ريت دي لا روما، 6 دقائق لعب في الشوط الثاني، وراها الشعراوي، وراها الشعراوي، وراك وراك، هدف التعادل بشكل مبكر، السيناريو اللي كان يتمناه دي فرانشيسكو ممكن في الشوط الأول، يمشي صلاح والكرة الحارس ما خرجتش الكرة، يدور متقدم من الشامبيونز، يلزم روما، يلزم برشلونة يسجل 3 أهداف في 5 دقائق، عملوها، فعلوها، سجلوها، كتبوها ودونوها. يمشي كولاروف، يمشي كولاروف، يوزع كرة على القائم الثاني، الراسية من إيدن زيكو، والكرة برا. كرة بعيدة من إيدن. اثنين هنا زيكو، يمشي إيدن، إيدن يدخل، إيدن يدخل، إيدن عرضية وشوف تشيكوين، تمشي الكرة عن طريق ديروسي، ديروسي يلعب كرة خطيرة، فرصة، والهدف الثالث يضيع من ودير. الهدف الثالث ضيعه وندر، او تألق في رده العملاق في هذه الكرة لوريس كاريوس، فماش تسلل، ليفربول الكسندر يوسع كرة صلاح، الدفاع موجود، يلعب كرة خطيرة والرابع، وفرصة ضاعت وأوفسايد، تسلل، تسلل على التيرانجا. راسية واحدة يا زيكو، عرضية من زيكو، وين الثاني؟ أضرب الكرة مش ممكن ضاعت، فرصة ضاعت وكرة تاهت، الرومانيستا، الرومانيستا كانوا قراب للثالث، هذه كرة ما تذيعش، هذه كرة ما تذيعش، ثلاثة في الصندوق، أضرب ديروسي وزع كرة خطيرة، فماش تسلل، يضرب ويحطها برا، حتى برا الفريق الإيطالي، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة. حذاري 25 دقيقة بوابة للفينال، ولكن ما رأي الرومان الهدف الثالث يا سيدي. مباراة اليوم انخفض أداؤه في الشوط الثاني مع انخفاض المجموعة، وفرص بالجملة، فرص بالجملة، هذه فرص تباع في سوق روما، في كرة روما، في أبطال روما، حتى الكرة صلاح بذكريات الماتش الأول يلعب لفيرمينو، جول فيرمينو والحارس أليسون، نعم رجعت أيام الحمراء، رجعت ايام ليفربول والاعصار الاحمر، الاحكو ايدن 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 شو يعمل؟ ايدن شو يعمل؟ وينك؟ يضرب كورة جونالون، وينه؟ وينه جونالون؟ يا شماتت اللاتسيالي فيا يا جونالون، ما هذه الكورة يا جونالون؟ اعطوه ماني يوريك اللي هو شيء كبير، شوف ساديو هو اللي بداها، هو اللي هرب، خذيتك بعين، قوم 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 يا من العيون الزرع للاحتفاظ بالرقم ووصول النهائي بدون خسارة، يمشي بالكورة والثالث ياتي الان صحيحة وسليمة، هنا كرة من كولاروف وفرصة معاهم ولا معانا يا ميركو من الكسندر، الكسندر خطيرة لفريق روما، يمشي بالكرة حلوة برشا، حلوة برشا، حلوة برشا من تشيك، من اللمسة الأولى كيما جات، شوف اللاعب تشيك كرة ذكية برشا، كان ممكن يكون هدف من ترجع كرة لفريق روما خطيرة جدا، فرصة هدف الثالث ومرة أخرى وندير يربح ليفربول في الشامبيونز هذا الموسم، ترجع كرة ايدن زيكو ممتازة من ايدن خطيرة جدا، يورفي خطير ممتازة، وفرصة الهدف الثالث، فرصة الهدف الثالث، فرصة الهدف الثالث، إذا كان هجوم ليفربول والكرة ترجع أليسون، أليسون إصرار على لعب الكرة، يدخل يدخل الآن، يعطي باس، يمشي نيجولان، يصلح، يضرب جول، الهدف الثالث لروما، الهدف الثالث لروما عن طريق نينجا، متأخرة برشا يا نينجا،
متاخر برشا يا ناينجولان كيبر. ناينجولان يمشي، ناينجولان حتى ناينجولان 4-2 4-2 لعشاق روما، زيدهم دقيقتين، طفي الضوء.